السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع النابة لنقف على الأشغال تتعلق بحديقة طارق بن زياد وسط مدينة النابة، ويبدو الأشغال أن الأشغال يعني جيدة، والمواد المستعملة يعني الحجم نتاع لي كارو هذو جميل، والتصميم يبدو لا بأس به. تبقى قضية لا سوليديتي تاع لي ماتيريو، يعني النوعيه نتاع لي ماتيريو، هذه لازم الوقوف عليها في عين المكان، ولازم تكون فيه معاينه جديه للصلابه تاع هذه المواد المستعمله. ونترككم مع كل حال تتابعون هذا التقرير حول الاشغال تاع التهيئه الجديده لساحه طارق بن زياد وسط مدينة عنابة، والسلام عليكم.